جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي وردتنا قبل البرنامج يا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لكتب تفسير الإحلام انتشرت في وقتنا الحاضر وتهافت الناس على قراءتها، ما رأيكم بذلك وما رأيكم لمن يتصدى لتفسير هذه الأحلام؟ الأحلام ليس لها كتب، تفسير الأحلام ليس له كتب معتمدة. نعم هناك كتب لكنها لا مستند لها ولا صحة لمن نسبت إليه، مثل ما يقال تفسير ابن سيرين وما أشبه ذلك، مثل كتاب كبير في تعطير الأنام في تفسير الأحلام، يزعمون أنه للمناوي أو نحو من ذلك. هذه لا أساس لها ولا يعتمد عليها. وتعبير الرؤيا هذا له أهله مختصون به، ممن آتاهم الله فهما لذلك وفراسة يتفرسون بها الرؤى، والمسلم لا ينشغل بالرؤى. كل ما أصبح يصير عنده رؤى ويهتم بتفسيرها الرؤى إن كانت سارة فإنه يطمئن ويفرح بها، وإن كانت الرؤى سيئة فإنه يستعيذ من الشيطان أول شيء إذا رأى ما يكره، كما في الحديث أنه ينفث عن يساره 3 مرات ويتحول من الجنب الذي هو نائم عليه إلى الجنب الآخر، ولا يحدث بها أحدا، يكتمها ولا تضره بإذن الله، ولا يؤولها ولا يعبرها ولا تضره بإذن الله. هذا إذا كانت رؤيا صحيح. أما إذا كانت أضغاث أحلام أو حديث نفس فهذه لا أساس لها ولا يهتم بها الإنسان. نعم.